بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. نبدأ الآن في مقرر الثقافة الإسلامية. 2. النظام السياسي في الإسلام، سلم 112. نبدأ الآن في المحاضرة الأولى، التعريف بالنظام السياسي والسياسة. تهدف المحاضرة إلى تعريف النظام السياسي والسياسة. 2. أنواع السياسة والفرق بينها. 3. ضوابط العمل بالأنظمة. التعريف بالنظام السياسي والسياسة: النظام لغة هو الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ، ونظام كل أمر ملاكه، وكل شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته. وتعريف النظام السياسي بالنظر إلى أنه لقب على كيفية حكم الدولة هو مجموعة الأحكام وما ينتج عنها من هيئات أو مؤسسات وتنظيمات متعلقة بالدولة الإسلامية من حيث إقامة الدولة وإدارتها والمحافظة عليها وتحقيق غاياتها. تعريف السياسة: السياسة لغة هي القيام على الشيء بما يصلح، واصطلاحا القيام على شؤون الرعية من قبل ولاتها بما يصلحها، ووضع الترتيبات الإدارية والنظامية التي تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية وجلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم في جميع جوانب الحياة المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وفق الشرع. أنواع السياسة: السياسة نوعان: سياسة عقلية يكون تدبير مصالح الرعية فيها موكولا إلى العقل البشري، وتسمى أيضا سياسة مدنية. النوع الثاني: سياسة شرعية يكون تدبير مصالح العباد فيها بمقتضى النصوص الشرعية وبما دلت عليه أو أرشدت إليه أو استنبطه العقل البشري مما يحقق مقاصد الشريعة. الفرق بين السياسة العقلية والشرعية: الفرق الأول أن السياسة القائمة على العقل فقط يغلب عليها الأهواء والمصالح الشخصية وقصور العقل البشري عن معرفة دقائق الأمور، فيغلب على هذه السياسة الجور، بخلاف السياسة الشرعية فإنها لا ترتبط بالأهواء والمصالح فتتصف بالعدل. الفرق الثاني إن السياسة القائمة على العقل فقط تفتقد إلى الربط بين أمر الدنيا والآخرة، وإنما تقوم هذه السياسات على ما يصلح الجانب الدنيوي فقط، وعلى هذا فإنها تتجاهل كل العقاب الأخروي لمن تجاوز وظلم وطغى واعتدى على أموال الناس وأعراضهم، بخلاف السياسة القائمة على الشرع فإنها تربط بين أمور الدنيا والآخرة، وبهذا لا يفعل من يقوم عليها أمورا يعاقب عليها في الآخرة. ضوابط العمل بالأنظمة: هنالك ضوابط شرعية لا بد من مراعاتها في اعتماد هذه التنظيمات، وهي: أولا أن تكون محققة للمقصود الذي وضعت من أجله. ثانيا ألا تخالف قاعدة من القواعد الشرعية أو مقصدا من مقاصد الشريعة. ثالثا ألا تخالف دليلا من أدلة الشرع التفصيلية. رابعا ألا يترتب عليها مفسدة تربو وتزيد على المصلحة التي تحققها.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.